العظمة اللي بعد كده هي عظمة الريدياس. الريدياس هي عظمة قاعدة على اللاترال سايد اوف ذا فور ارم، ودي كانت من نوعية اللونج بونز. ليه قلنا عليها لونج بون؟ احنا فاكرين ان من الوصفات العامة لللونج بون هي العظمة اللي لها اتنين اندز اند شافت، ايا كانت الاند ابر ولور ميديال ولاترال انتيريور وبوستيريور، انا اهم حاجة يكون في عندي اتنين اندز اند شافت. في الكلافيكال كان في ميديال اند ولاترال ال، هنا في الهيومرسك ابر اند ولور اند، ايضا في الراديوس هنجد هنا عندي ابر اند ولور اند. الابر اند، الابر اند اوف راديوس بتتكون من ثلاث اجزاء، هيد يلي الهيد، نك يلي النك، تيوبروزيتي اسمه راديال تيوبروزيتي، ديت الابر اند. بعد ذلك كانت في عندي سلندر كان ماس من بون اسمها الشافت، وبعد الشافت كان في عندي اللور اند. طيب نتكلم على اند اند، بخصوص الابر اند الهيد. الهيد شكلها كان ديسك شيبت، ادي رقم واحد. اتنين دايركتد سوبيريورلي قاعده فوق. ثلاثة انها كانت متحوطه بليجامنت اسمها انيولار ليجامنت. ايه الانيولار ليجامنت ديت؟ انيولار يعني مدور او شكل الحواية، دي عبارة عن ليجامنت بتحيط بالهيد اوف ريدياس وبتشارك في تكوين احدى الجوينتس المتصلة بالريدياس. الصفة اللي بعد كده من مواصفات الهيد اوف ريدياس انها بتعمل ارتكوليشن مع الكابيتولام اوف ذا هيومرس علشان تكون الالبو جوينت، في اللي في نفس الوقت بتعمل اللي في ارتكوليشن مع الابر اند اوف النا وتكون السوبيريور ريديو النر جوينت. دي كانت الهيد. النك، النك هو الجزء الثاني من الابر اند، والنك زي ما احنا عارفين هو اي كونستريكشن يتبع هيد اسمه النك. اهم سمه من سمات النك اوف ريدياس ان كان بينتهي عندها شريان خطير جدا اسمه البريكيال ارتري، ده كان الشريان الرئيسي للابر ليمب. هذا الشريان كان بينتهي عند الليفل اوف نيك اوف ريدياس. الجزء الثالث من الابر اند اوف ريدياس اللي اسمه الريديال تيبروزيتي، الريديال تيبروزيتي لما تيجي سيرته على طول نتذكر الانسيرشن لاحدى العضلات المهمه جدا في الابر ليمب، العضله الثنائيه الرؤوس اللي اسمها البايسبس براكيال. الشافت، الشافت اوف ريدياس تتميز بان لها هي كونفكس لاترالي، لها ثلاثة بوردرز وثلاثة سيرفيسز. الثلاثة بوردرز يبانوا اوضح من الخلف، لكن في عندي اثنين بوردرز بيبانوا من الوجه الامامي من الانتيريور فيو. البوردر الاولاني اسمه ميديال بوردر، هذا الميديال بوردر يقع في مواجهة العظمة اللي جنبها، العظمة اللي جنبها هي عظمة الألنا، علشان كده سموا البوردر ده الميديال بوردر، سموه الانتر اوسياس بوردر. ليه انتر؟ يعني بين اوسياس يعني عظام، يعني البوردر اللي بين العظمتين، يعني اذا في الناحية التانية هنا في منه عظمة تواجهه. البوردر ده بيمسك فيه رباط يربطه بالعظمة التانية فسموه انتر اوسياس بوردر. البوردر التاني اللي على الناحية الأخرى اسمه لاترال بوردر، بيكون كونفكس لاترال، البوستيرير بوردر مش هيبان من الخلف. طيب بالنسبه للشاف في علامه مهمه جدا توجد على الانتيريور سيرفيس اوف ذا شافت، ايه هي؟ هي عباره عن لاين هيمشي اوبليك، هيبتدي من الريديال تيبروزيتي ويمشي على اللاترال سايد. هذا اللاين يسموه اوبليك لاين، يبقى الاوبليك لاين بادي من عند الريديال تيبروزيتي وهينتهي بتيبروزيتي اخر هنا بيسموه برونيتور تيبروزيتي، هذا اللاين بيسموه اوبليك لاين. بعد كده الجزء الثالث اللي هو كان من عظمة الريدياس اللي هو اللور اند، في اللور اند اوف ريدياس بتتميز بيه الاتي. اول حاجة انها وايد، اكبر من الابر اند، وايد واكسباندد، وان لها ثلاثة سيرفيسز. فين هما الثلاثة سيرفيسز؟ هذا السيرفيس الاول من اللور اند اللي اسمه انتيريور سيرفيس اوف ذا لور اند، من مواصفاته انه هو سموث وكونكيف انتيريورلي. طيب اللور اند من الخلف لها سيرفيس تاني اسمه بوستيريور سيرفيس، شكله ايه؟ شكله رف. ليه رف؟ هنشوف لما نقلب العظمه في الناحيه الثانيه من ورا. ولها سيرفيس اخر من تحت اسمه ايه؟ اسمه انفيريور سيرفيس، واضح ان هو متجه لاسفل، اسفل عشان بيعمل ارتكوليشن مع بعض من الكاربال بونز ويكون مفصل الريست. دي اللور اند. اللور اند على اللاترال سايد بتعمل حاجه
وعلى الميديال سايد بتعمل حاجه. على اللاترال سايد بيطلع منها بروز ينزل لاسفل اسمه ستايلويد بروسس، له اهميه كبيره جدا بالنسبه للعظم من منطقه الريست ستايلويد بروسس. اما على الميديال سايد فكان عامل اللور اند عامل ارتكيوليشن مع الالنا. مع مين من الالنا؟ مع الهيد اوف الالنا. الهيد فيها فم والفم قرم له حته، قطع حته باسنانه، الحته اللي قطعها فم الهيد اوف ريدياس. ما فيش فم ولا حاجه، احنا بنتكلم كده مجازا، بنقول الجزء اللي قطعه الهيد اوف الالنا من اللور اند اوف ريدياس من على الميديال سايد اسمه النر نوتش. نوتش يعني منتوش، يعني مقطوع او مقطوم، اللي قطمته الهيد اوف ذا النا. ديت المواصفات العامه للريدياس من الامام. طب لو جينا نظرنا للريدياس من الخلف هنجد بعض الاختلافات البسيطه. هنجد الابر اند فيها الفيتشرز بتاعت المعروفه، الهيد والنك والريديال تيوبروزيتي، لكن الشافت هنا كانت واضحه تمام، فيها الثلاثه بوردرز واضحين. ادي اللاترال بوردر اللي هو كان كونفكس لاترالي، وادي الميديال بوردر اللي هو الانتر اوسياس بوردر اللي يقع في مواجهه العظمه الثانيه اللي هي الالنا. ثم نجد من الخلف في بوردر كبير اسمه بوستيريور بوردر. على هذا الاساس هنجد للريدياس للشافت اوف ريدياس ثلاثه سيرفيسز، سيرفيس من الامام اللي احنا في الرسمه اللي فاتت اللي هو انتيريور سيرفيس، ثم سيرفيس هنا لاترال، وسيرفيس هنا ميديال او بوسترو لاترال وبوسترو ميديال. طيب اللور اند اوف ادي البوستيريور بوردر، وادي عندي اللاترال بوردر، وده عندي الميديال او الانتر اوسياس بوردر. دي اللور اند من الخلف. اللور اند من الخلف كان في عندي بيميزها ستايلود بروسس والنر نوتش. هذا هو الستايلود بروسس وهذا هو الالنر نوتش، لان كان البوستيريور احنا قلنا في ثلاثه سيرفيسز، واحد انتيرو كان كونكيف وواحد لور من تحت شكل الريست جوينت، اما الثالث فكان رافلي لوجود عدد من التيوبركلز اسمها دورسال تيوبركلز بتمسك فيها الديب فاشا في منطقه الريست وتعمل ممرات للاكستنسور تندونز اللي معديه من الفور ارم رايحه لمين؟ رايحه للهاند. ادي الدورسال تيوبركلز اللي بتكون ممرات هنا، هي كومبارتمنت او تانلز تعدي فيها التندونز اوف ذا اكستنسور ماسلز وهي في سبيلها في طريقها الى الهند. ديت كانت المواصفات العامه لعظمه الريدياس.